السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوف ليكسيك من كتاب ميز أبرنتيساج أون فرونسي المستوى الخامس ابتدائي. عندنا الدرس ديال اليوم هو ليتيليزاسيون دي ديكسيونير، يعني طريقة استعمال القاموس أو المنجد. أوبجيكتيف، الهدف ديال الدرس هو تروفي لو سونس دان مو دون ان ديكسيونير، أننا نقلبو نعرفو كيفاش نبحثو على معنى كلمة من استعمال القاموس أو المنجد. سكو جو سي، ما أعرفه. كياتيل ان ديكسيونير دون تا كلاس أو دون تون إيكول؟ واش كاين شي منجد أو قاموس في المدرسة في القسم ديالك أو في المدرسة ديالك؟ شنو غادي تقول؟ غتقول وي بيان سور، نعم بالطبع، il y a un dictionnaire dans ma classe، نعم بالطبع كاين واحد المنجد في القسم ديالي. هنا تي تو ديجا سيرفي دان ديكسيونير، واش فايت استخدمتي واحد القاموس او منجد؟ و بوكوا فيغ، وعلاش استعملتي؟ نقول وي جي ديجا اتيليزي ان ديكسيونير، نعم فايت استعملت ديكسيونير بوغ ديفينيغ دي مو، باش نبحث على المعاني ديال بعض الكلمات الصعبة اللي كيكونوا في بعض النصوص. كومو لي مو اي سونتيل رونجي، يعني كيفاش الكلمات مرتبين في هذاك الديكسيونير؟ غتقول له لي مو سون رونجي بار اوردر الفابيتيك، الكلمات مرتبة بالترتيب الأبجدي. واضح؟ ثم نمر لهذا الاكستخي. هذا قال لك هذا واحد ليكستخي ديال لا كونفونسيون انترناسيونال دي دروا دو لونفون، واحد المقتطفات من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. تو دونفون ا لو دروا دي ان ايديكاسيون، جميع الاطفال عندهم الحق في التعليم. il doit pouvoir aller à l'école afin de s'épanouir، عند خاص يكون عنده، خاص يقدر يمشي المدرسة باش يزدهر، et de se construire un avenir، ويبني المستقبل ديالو. tout enfant a le droit، جميع كل طفل عنده الحق d'être nourri، عنده الحق انه يحصل على الطعام، يعني يتغذى، soigner انه يحصل على العلاج، الدواء يتعالج، et d'avoir un logement، يكون عنده السكن. هنا les droits sont valables، الحقوق صالحة pour tous les enfants، لجميع الأطفال. الحقوق يعني ما فيهاش تمييز بين هذا الطفل ولا الطفل الآخر. أنا قلت كومبليت لو تابلو اون بلاسون شاك مو، كمل لينا هاد الجدول بوضع كل كلمة لي اون اورونج، يعني بهذا اللون هذا البرتقالي، حطها ديفون لا ديفينيسيون، حطها قدام التعريف اللي كيناسبها. ها الكلمات وها التعريف ديال، عندنا التعريف نحطو قدام الكلمة. هنا لوكال او لون بو لوجي، هو المكان اللي نقدروا نسكنوا فيه، ابيتي نسكن. السينونيم ديال هاد ديالو هو ميزون، يعني منزل، ابيتاسيون مسكن. اذا شكون من هاد الكلمات اللي كيناسب هاد التعريف هادو؟ هو سيبانوي ولا لوجمون ولا فالاب؟ هي لوجمون. هنا كي كونفيان، كي سابليك، كي كونسيرن، كي كونفيان، المناسب، المطبق، الذي يخص، هو فالابل، فالابل مناسب. se sentir bien، انك تحس براسك مزيان، être heureux، انك تكون سعيد، يعني الشعور بالرضا والشعور بالسعاده، هي سيبانوير، هي ازدهار. واضح؟ ندوزو النشاط الموالي. النشاط الموالي قال لك جو مانيبول اي جي ريفليشي، اتحكم وافكر. هنا عندنا ديفوار، عند ديفوار يعني وجبه، فعل عنده اربعه المعاني هنا. وهنا devoir ديك الواجب نون ماسكولين، هذا واجب. اذا هنا عندها جوج ديال المعاني كما كاينه في الديكسيون. الديكسيون كيعطيك معاني وكيعطيك امثله. ما قالك لي لي دو زونتري دو سيت اكستري، قرا هاد جوج مدخلات ديال هاد المقتطف. ان devoir هنا فيرب فعل، و devoir هنا نون ماسكولين يعني اسم مذكر. هنا بحال وجبه، هنا واجب، الواجب. Quelle information te donne-t-elle sur le mot devoir? شنو المعلومات اللي كيعطيوك على كلمة devoir؟ شنو المعلومات اللي كيعطيوك على كلمة devoir؟ الجواب هو الكلمات اللي المعلومات اللي كيعطيوني هو أن devoir هنا فعل عنده أربعة ديال المعاني، وهنا devoir اسم وعنده جوج ديال المعاني. إذا شنو الجواب؟ هو devoir est un verbe 4 sens، عنده أربعة المعاني، وثم devoir est un nom عنده 2 sens، جوج
معاني. ثم قالك انديك بور شاك فراز لو نيميرو دو سونس دو دوفوار كي كونفيان. كل جمله اعطينا المعنى اللي كيناسبها. مثلا هنا جو دوا دي ديرام ا مون امي كريم، انا كنسال كيسالني صديقي كريم 10 ديال الدراهم. اذا فين هو اللي كيناسبها؟ هو هاد الربعه افوار ابي، خصنا نخلص او نعطي واحد المبلغ. واضح؟ هنا الجمله اللي موراها جو دوا توجو ليسي ما بلاس بروبر، خصني ديما نخلي بلاصتي نقيه. اذا هذا اين معنى؟ هو واحد اتخ اوبليجي دو فيغ كيك شوز، يعني خاصني ندير شي حاجه. انا جو دوا كيتي سيت اوندرو، نفس الشيء يعني اوبليجي مرغم انك دير ديك الحاجه. ثاني رقم واحد. نشوفوا دوفوار اللي كاين لتحت ديال الواجب. اشاك دووا كوريسبون ان دوفوار، لكل حق كيناسبو او يقابله واجب، كل حق يقابل واجب هو المعنى الاول. سكو لون دوا فير بور سويفر لا مورال، يعني المساله الاخلاقيه. لان هنا في الثانيه هنا هذيك الواجبات المنزليه اللي كيدير في الدار. سميرا روندو سون دوفوار طون، سميرا جابت الواجب المنزلي ديالها في الوقت. اذا هذا المعنى الثاني واللي هضرنا عليه دابا. Aller à l'école est un droit et un devoir. الذهاب الى المدرسه هو حق وواجب، وهذا المعنى الاول بطبيعه الحال. ندوزو دابا للصفحه المواليه. هنا جو كونستروي لا ريغل، انشئ القاعده. كومبليت افيك لي زيليمون سويفون، نكملو بهاد العناصر التاليه. العناصر هما ناتشيغ الطبيعه، ديفينيسيون طبيعه يعني واش اسم ولا فعل ولا، ديفينيسيون تعريف، ارتيكل مقال او مقتطف، ادجيكتيف نعت او صفه، رونجي مرتبين. قالك دون ان ديكسيونير لي مو سون، في الديكسيونير الموجود الكلمات سون هم مرتبين رونجي دون لوردر الفابيتيك، يعني في الترتيب الابجدي. ان ارتيكل دو ديكسيونير يعني مقال ديال المنجد او القاموس، دون دي زانفورماسيون سور، كيعطينا معلومات حول طبيعه لا ناتور دامو، طبيعه ديال واحد الكلمه، واش هي نون، واش هي اسم، واش هي فعل او فيرب او ادجيكتيف. جبنا ادجيكتيف كتبنا هنا. Il donne la qui est la définition qui est le tarif et un exemple. Je m'entraîne. Il transforme les mots surlignés pour pouvoir les trouver dans un dictionnaire. Il a un dictionnaire qui est un dictionnaire. dictionnaire. اذا بحال هنا المثال هو قال لك الجمله اللي لقيتي مثلا الجمله ما عرفتيش هذه الكلمه. إلا طون كون لوي دون لا بارول افون دو بارلي، هي تنتظر نعطيها الحق في الكلام قبل ان تتكلم. اذا هذا اطون ما نلقاوش اطون، اذا شنو الاصل ديالها؟ الفعل الاصلي هو اطوند، اذا ديما قلب على الفعل الاصلي. هنا مي جوي سون طومبي بار تير، الالعاب ديالي راها طاحت في الارض. اذا ما لقاش جوي في ديكسيونير، لقاها في المفرد جوي ان جوي لعبه. فهمت؟ هنا نو بروتيجون لونفيرونمون، ما لقاش مصرف هاد بروتيجون هكا، انما خصني نحولها الاصل ديالها هو بروتيجي، نحمي، نحن نحمي الطبيعة. هنا لي بوتي، هنا ما نلقاوش نحمي، نلقاو حما بروتيجي. هنا لي بوتيت في اون كونستخوي ان شاتو دو ساب، البنات الصغيورين صابوا واحد القصر من الرمال. اذا ما نلقاوش بوتيت، نلقاوها بوتي، ما نلقاوهاش لا في المؤنث ولا في الجمع، نلقاوها في المفرد المذكر. هنا لي كوبان دو موند اون توفير، يعني اصدقاء العالم منحوا لوازم مدرسيه. اذا اوف هاد اون توفير ما لقاوهاش، لقاو اوفخير لو فيرب، الاصل ديال لو فيرب هو اوفخير يعني منح. هنا فو بروموني، هذا ستان فيرب برونومينال يعني فعل ضمائر. سو بروموني واش لقاو؟ سو نبداو نقلبوا في اس، سو بروموني لا، افعال ضمائريه كلهم كنحيدوا لهم الضمير وكن كنديرو الفيرب في الانفينيتي بروموني مباشرة. واضح؟ إذا هذه هي الطريقة باش نقلبو في ديكسيونير. هنا قالك بور شاك فراز إكري سي 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 فغي دير في ولا فو دير اف، واش خطأ ولا صحيح ولا خطأ. هنا قالك نقدر جو بو تخوفي لو مو شارت، قالك كلمة شارت يعني ميثاق، نقدر نلقاها ما بين هاد لي مو روبير. دوك روبير هو الكلمات اللي كتكون في الفوق ديال ديكسيونير، هاد الكلمات المؤشر. واش ما بين شيان وشوكولا؟ واش لقاو ما بين شيان وشوكولا؟ لا ما لقاوش ما بين شيان، لان هاد شيان جات مور شارت، فهمت؟ وشوكولا جات مور، اذا هادي ما جاتش بيناتهم. انا جو بو تروفي لو مو دغوا، كلمه دغوا، نلقاها ما بين درابو ودغواتور. درابو دي ار ا،
الدي ار او، اذا هذه غتجي موراها، وهاد الدي او دواتور غتجي مور هاد دوا، اذا فغي. انا جو بو تروفي، نقدر نلقى بابيون اونتر لي مو روبير باراشوت او بارفيمري. بابيون اذا باب، هنا بارا، اذا هادي غتجي موراها، يجو كلهم مور هاد بابيون، اذا فو خطا. اندوس جو ميفالو، جو ميفالو ترتيب. كيفاش كنرتبو ديما ملي كيعطيوني شي كلمه ترتبهم ديال الالفابي، بقا تقول الالفابي وانت خدام. مثلا هنا كتبدا باي، هادي دي، هادي اس، هادي بي، هادي او، هادي او، هادو اللي كيتنافسوا بيناتهم الحروف الاولى. اذا نبقى نقول ا بي سي دي، ها هي لي دي ديفوار. او اف، ها هي او ايدوكاسيون. او اف جي اش اي، ها هي ايدونتيتي. I J K L M N O, aya O observatoire. O P, aya parent, hein? O P Q R S, aya S société, ok, t'es là. En Allemagne, des langues de voir ouajib, éducation, t'élim, identité, l'hawiya, observatoire, le marsad, parent, le walidin, société, le mujdama. نقول ندوز لاخر ثمن ولي سيت اكستراي دو ديكسيون. قرا هاد هاد المقتطف ديال الديكسيونير دغوا. المعاني ديالهم اربعه ديال المعاني ديال الحق، هو نو ماسكولان، اسم مذكر. هنا عندنا المعنى، كنعطيو المعنى وكنعطيو واحد الجمله، جمله فيها مثال، يعني داك الكلمه دغوا كنستعملوها جمله باش كيتفهم هذا المعنى هذا اللي عندنا. انا قالك سوليني لي ديفينيسيون اون فير، التعاريف ديال السطر عليهم بالخضر، ها هما نسطرت عليهم بالخضر التعاريف. اكزامبل اون بلو، والامثله راها بالازرق، فهمت؟ مثلا دغوا هو سو كي اوتوريزي باغ لوا، المعنى الاول هو دغوا الحق هو ما يسمح به القانون. نعطيو المثل، هذا ديفينيسيون، هذا تعريف. دابا المثل اكزامبل، ا بارتير دو 18 ans ان سيتويان ا لو دغوا دو فوت، انطلاقا من 18 عام المواطن له الحق في التصويت. اذا دابا فهمتوا كيفاش، شنو هما التعاريف وشنو هما الامثله. اذا كاع اللي سطرت عليهم الاخضر راهم تعاريف، واللي سطرت عليهم الازرق راهم امثله. السؤال الثاني قال كومبيان ياتيل دو سونس او مو دغوا، شحال عندنا من معنى لكلمه حق. على حسب هنا الديكسيونير عندنا اربعه المعاني، المعنى الاول، المعنى الثاني، المعنى الثالث هما اللي بالخضر، المعنى الرابع هو هذا. اذا عندنا 4 سونس. هنا قال كيل ديفينيسيون دي مو دغوا كوريسبون لو ميو ا شاك فراز، شنو هو التعريف؟ لان كاين اربعه ديال التعاريف، شنو هي اللي كتناسب كل جمله؟ وغنديروا الرقم المناسب قدامها، عندنا واحد جوج ثلاثه اربعه، نديروا الرقم. مثلا هنا بيرسون نا لو دووا دو فير ترافايي لي زونفون دو موان دو 15 عام، حتى واحد ما عنده الحق يخدم الاطفال قل من 15 سنه. هذا التعريف واحد، لو دووا الحق، قانون. هنا جي لو دووا دو دوني مون افي سور تو سكي مي كونسيرن، عندي الحق نقول رايي في كاع داكشي اللي كيهمني. ها هي هنا، ها هي tu as parfaitement le droit de dire ce que tu penses، يعني ما هو مسموح به. اذا هذا التعريف الثاني، وهكا كملنا الدرس ديالنا. الى اللقاء.